تتواصل سلسلة مرافقة مسار الإصلاحات الاقتصادية من قبل السلطات، خصوصا تلك المتعلقة بترقية أداء القطاع الفلاحي إلى مستوى إمكانيات الجزائر ورفع الإنتاج الوطني وتنويعه. دعوة الرئيس تبون إلى التحلي بذهنية جديدة هي بمثابة توصية لتحقيق ثورة في القطاع الفلاحي من خلال تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية متخصصة في ثلاثة أصناف: البقوليات، البذور الزيتية، والأشجار الزيتية. موضوع المزارع النموذجية أعتقد أن هناك تجارب ناجحة وناجحة جدا وليست بعيدة عن الجزائر العاصرة. أعتقد أن هذا التوجه يذهب نحو تعميم هذه التجارب الناجحة والذهاب بهذه المزارع النموذجية إلى بزنس يونايت، يعني منتجة مزارع منتجة ومنتجة بالنوعية وبالكمية. تصدير أهداف دقيقة واضحة المعالم من أجل تنمية الاقتصاد الوطني، وجب دعم مبادرات الشباب وتحفيزهم على الاستثمار في قطاع الفلاحة لتطوير شعب البقوليات، بالإضافة إلى تشجيع وحدات الإنتاج على تطوير النشاط الزراعي ودمجه أكثر في التقنية، وكذا الابتعاد عن التسيير الإداري والبيروقراطي. وقد تكون نموذجا للمزارع الأخرى الخاصة والجديدة والتي بصدد والتي نحن بصدد إنشائها، أن تكون نماذج لزراعة متطورة جدا في المستقبل القريب إن شاء الله. مواكبة احتياجات السوق والعمل على تحقيق وفرة المواد وسعة الاستهلاك وخاصة الحبوب هو الهدف الأساسي من تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات للإنتاج باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.